التفوقات التي تؤيد بقائه. هنا الهدفين في الدقيقة 61، يهيئ الكرة وين روني إلى لينغارد، جيسي لينغارد اللاعب الإنجليزي الشاب يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 61، ثالث أهداف لينغارد والثاني على التوالي. ثم هنا جاء هدف التعادل فابريغاس إلى دييغو كوستا الذي نجح أخيرا في هز شباك دافيد دخية في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع.